الصين اعتمدت السعودية وجهة سياحية رسمية للسياح الصينيين ابتداء من 1 يونيو. قديش مهم هذا الموضوع سام؟ هو ترى مو مهم على فقط هو على السياحة وأكبر من السياحة. هذا أول شيء يعطيك نجاح العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة والقطاعات. هذا رقم واحد. السعودية 2023 حققت 100 مليون سائح، وهذا كان تارجت 2030. فالآن حققنا من الآن 7 سنين قبل، فرفع الآن إلى 150. كمان الصينيين راح يمثلون في 2030 أكثر من 5 مليون سائح، هم ثالث أكثر سياح العالم وصولا إلى السعودية. هذه الأرقام كلها مهمة. القطاع السياحة هذا الناس تقول إيش عوائده؟ الصين هو جزء من حركة كبيرة، العائد في الناتج الإجمالي المحلي نتكلم 3% 7% في الناتج غير النفطي. فصراحة أرقام دائما تتكلم، متى ما وجدت الأرقام أحب أنا الفقرة. طبعا جدة، تتوقعين الصينيين وين راح يهبون عليه في السعودية؟ الهبة حقت الصينيين في السعودية وين بتكون؟ أنا أقول في كل مكان. في كل مكان راح يكون موجودين، بالذات أن الصين يعني تعتبر أكبر دولة في تعداد السكاني، والآن نستهدف أكثر من 5 ملايين سائح، فبيكونوا في كل مكان موجودين، وبالذات أن ثقافتنا تختلف عن ثقافتهم، فهذا الشيء بيضيف لنا. ولذلك أنا أشوف كل مكان، يعني في ناس بيناسبها مثلا جدة، ناس يناسبها العاصمة، ناس، فأشوفهم كل مكان. ممكن نشوف الصينيين في الباحة، في كل مكان، في عسير، في كل مكان. أنت متخيل 5 ملايين هذا هدفنا؟ فوين بيكونوا 5 ملايين؟ في كل مكان.